يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا عين أحد الإخوة من أهل السنة إماما وخطيبا في مسجد في مؤخرته قبر، ووفقه الله لإغلاق هذا القبر ونشر السنة في المسجد. السؤال: هل الصلاة معه في هذا المسجد جائزة؟ ما يكفي الإغلاق، لا بد من إزالة، إما إزالة المسجد أو إزالة القبر. فإن كان المسجد هو الأول ودفن القبر فيه بعد ذلك ينبش القبر، أما إن كان العكس، الأصل القبر وبني عليه المسجد فيهدم المسجد، لا يبقى مسجد فيه قبر في الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وأخوك مأجور إن شاء الله ونرجو له الخير، لكن يطلب مسجدا آخر غير هذا المسجد اللي فيه قبر. نعم.